السلام عليكم. كشف منشور وزاري مشترك لوزارتي الداخلية والجامعات المحلية وتهيئة العمرانية والنقل عن إجراءات جديدة تتمثل في إلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائي المنصوص عليها في الأمر المؤرخ سابقا، وتوضح الإجراءات التي تضمنها المنشور والتي ستطبق ابتداء من 1 فبراير 2022: رفع الإجراء المتعلق بالاحتفاظ برخصة السياقة وردها إلى صاحبها فور دفع الغرامة الجزافية، وفي حالة عدم دفع الغرامة يرسل محضر عدم دفع إلى الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة ويرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى. أما بالنسبة لقيمة الغرامات الجزافية المتعلقة بجميع المخالفات المرورية تتمثل كما يلي: للمخالفات من الدرجة الأولى المتعلقة أساسا بتقديم الوثائق واستعمال تجهيزات السيارة غير مطابقة، فقد تم تحديد غرامتها عند 2000 دينار مع سحب نقطة واحدة مقابل 2500 دينار مع سحب نقطتين للمخالفات من الدرجة الثانية، مثلا اختراق الخط المتواصل والتوقف والركن العشوائي وغيرها من المخالفات التي تندرج ضمن خانة الدرجة الثانية. وبخصوص المخالفات من الدرجة الثالثة، مثلا عدم وضع حزام الأمان والتوقف أو الوقوف الخطيرين أو منع المرور، فستطبق عليها غرامة ب 3000 دينار مع سحب 4 نقاط، في حين ستطبق غرامة ب 5000 دينار على المخالفات من الدرجة الرابعة، مثلا المناورات الممنوعة على الطريق السيار والسريعة والسير بالمركبات بدون إنارة، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز والاجتياز الخط المتواصل واستعمال اليدوي للهاتف المحمول سيتم سحب 6 نقاط، وسيعاقب كل سائق مركبة تجاوز السرعة المسموح بها ب 30% أو أكثر بغرامة مالية تتراوح ما بين 10000 و 50000 دينار، كما سيعاقب بالحبس لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 20000 إلى 50000 دينار. وفي الأخير سوقوا بحذر ونتمنى السلامة لكم جميعا إن شاء الله. وإذا شفت في هذا الفيديو فيه قيمة مضافة ما تخليش يحبس عندك والدال على الخير كفاعله. سلام.